سلم ويبارك عليه اللهم صل سلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد حبيبك الشافي المشفع يا ربي صل على ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وانف وانفع يا ربي صل ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واسرفه وارجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحول بإسمك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جدما يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allah wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. أسمى فهم سفن النجاة حماما وعلى صحابتك الكرامة حماة دينك أصبحوا لولائه عدوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب ندى المحيب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإن تعشوا وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارمي في الآذانا وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم للمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع نقضت لا توانا حتى أنادى ارفع وصل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن عطاه نهانا بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا رب صل وسلم دائما على حبيبك من
وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاء قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا بالوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا ولكان يغدر نورها وجها وسرى إلى الإبن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شام بن عبد مناف بن قسي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ اصول المصطفى حتى ترى في سلسلات اصوله عدنانا فهناك كف اعلم برفعه الى اسماعيل كان للاب معوانا وحينما حملت به امنه لم تشك شيئا لاخذ النسوانا وبها اعطى اللطف من رب السماء اقصى الاذى والهم والاحزانا ورات كما قد جاء ما علمت به ان المهيمن شرف الاكوانا بالطرب في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فاترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله والله لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر وفائدنا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة أرضه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهة ومن طويلة المشفع حانا وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على cerita nikah dadakan atau bisa disebut cinta dadakan. Alhamdulillah idza arada syai'an ay yaqula lahu kun, jangan disambung wai hakun sama hakun, artinya sampai cinta dadakan pun terjadi. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, fadilatul ulama wal asatidza yang kita muliakan bersama para alim ulama. Sebentar lagi kita akan menyaksikan prosesi akad nikah kepada Kepala Kantor Urusan Agama Gertak Hanyar ataupun yang mewakili hadir. Silakan Bang. Ini penting. Kadada sidini kata kawa sidini yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bapak Ibu rahimakumullah wa sabakumullah, kronologi yang kedua perlu diketahui bahwasanya calon ataupun yang cagaran menjadi pendamping Ading Ulun, mudah-mudahan dunia akhirat, mudah-mudahan seorang perempuan dari anak yang ke-14. Ini mintuha daripada Ading Ulun, calon mintuha. Beliau punya istri satu, anak 18 yang hidup. Alhamdulillah. Oh, tertawa ibu-ibu. Anggup, sanggup lah bu. Mana tahan ya ibu. Sambil ini menunggu enggih mempelai wanita yang sedang berjalan menuju rumah, kita awali prosesi akad nikah ini dengan Fatihah ataupun pembuka tawasul, setelah itu khutbah nikah, setelah itu ijab kabul, dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kantor urusan agama untuk acara selanjutnya. Untuk ini kami persilahkan kepada ayahanda untuk membacakan Fatihah
Mudah-mudahan prosesi akad nikah yang akan dilaksanakan ini penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Kepada ayahanda dengan segala hormat waktu dan tempat kami persilahkan. أكرمنا يا الله بالفتوح والقبول وقضي حوائجنا سر لنا أقرنا يا الله وامتح لنا فتوح العربين واجعل لنا يا الله من الشاكرين ساجدين حامدين فارحين مستبشرين وإلى حضرة النبي سيدنا أبو الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله mempelai wanita datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfirin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang muliakan al-muqarrab Kiai Haji Hadrawi Haka, yang muliakan para alim ulama dan guru agama, yang mulia para habaib yang sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jemaah akad nikah yang sama-sama dengan Allah,